الحاجات دي زياده. احنا عندنا الورق ده اهم حاجه عندنا. ده في نظام الاسئله والاجوبه، بس في اسئله معينه هقول لك عليها مهمه لازم تذاكرها من الكتاب. اوكي، فكل مره يا ريت يبقى معانا برضو كتاب عشان نقدر نتابع. احنا عندنا شباب موضوع مهم، بايو ان بايو هنخلصها ان شاء الله على 5 محاضرات، على 5 مرات كل اسبوع هيبقى مره تقريبا، او ممكن في الاخر لو اتزنقنا هنزود مرتين. اولا عشان تفهم البايوكيمستري لازم تفهم هي بتتكلم عن ايه. احنا عندنا مادتنا اسمها بايو كيمستري. كيمستري يعني ايه شطار؟ كيمياء. طب بايو يعني ايه؟ بيولوجي. يعني ايه بيولوجي؟ يعني كيمياء الكائنات الحية. في كيمياء الكائنات الحية يا شباب. بص يا شباب هيبقى في اعادة. بص هيبقى في اعادة. نقول لهم اقول لهم الاعادة ايه؟ ممكن يعني نوقف عشان كده ممكن نقول لهم اذا لو في حد سائل ممكن نحدد الاعاده بعد كده. في البايوكيمستري كيمياء الكائنات الحيه احنا هندرس اولا تركيب جسم الانسان، بس من وجهه نظر المركبات الكيميائيه اللي فيه. زي ايه اكتر حاجه بتكون جسم الانسان يا اولاد؟ الووتر، الميه. يبقى اول شابتر لازم ندرسه مين؟ الووتر. تاني حاجه، مين اشهر سكر داخل جسم الانسان؟ اسمه يا اولاد؟ جلوكوز. يبقى تاني شابتر لازم تدرسه الجلوكوز والعيله بتاعت الجلوكوز. مين العيله بتاعت الجلوكوز دي؟ اللي هي كربوهيدرات. تالت حاجه بيتكون جسم الانسان الدهون، الليبيد. يبقى هندرس موضوع اسمه ليبيد. ورابع حاجه المسلز. الكليه بتاعتكم بتعتمد على المسلز، على العضلات. يبقى لازم ندرس تكوين العضلات اللي هو بروتينز. ده اللي احنا هندرسه في الترم الاولاني ان شاء الله. يلا نبدا باول حاجه الووتر. في الووتر يا ترى رمز الووتر ايه؟ فاكرينه؟ H2O شطار.
بس تعالوا نشوف الاستراكشر بتاعه بالظبط. ده عبارة عن اكسجين ماسك مع كم هيدروجين؟ 2 هيدروجين. ليه يا ترى؟ الاكسجين فاكرين زمان في الثانوية العامة قالوا لنا في كم الكترون في المدار الاخير بتاعه؟ 6 الكترونز. يا ترى الاكسجين لما يبقى فيه 6 الكترونز هل ده في حالة استقرار؟ لا. المدار الاخير قالوا لنا زمان عشان يبقى في حالة استقرار لازم يبقى فيه كام؟ 8. يبقى احنا محتاجين كم الكترون؟ 2 الكترونز. طب الهيدروجين مين شاطر يفتكر مداره الاخير فيه كم الكترون؟ واحد. برافو عليك، 1 الكترون. طب يا ترى ده في حاله استقرار؟ لا. عشان يبقى في حاله استقرار لازم يبقى فيه كم الكترون؟ 2 الكترونز. عشان كده الاكسجين يقول للهيدروجين تعالى نشارك مع بعض. شيرنج. ازاي نشارك مع بعض؟ الاكسجين محتاج 2 الكترونز عشان يوصل لحاله الاستابيليتي، يبقى ياخد كم هيدروجين؟ 2 هيدروجين. والاكسجين هيدي وحده الكترون لكل هيدروجين، يبقى المشاركه ما بينهم. فاكرين سميته زمان البوند دي اللي نتيجه المشاركه او المساهمه بالعربي فاكرين سميته عرفت ايه؟ تساهميه. بالانجليزي بقى يا ولادي بقى اسمها ايه شطار؟ كوفيلانت بوند. ده اول سؤال ممكن يتسأله عندنا. البوند which form الووتر، البوند اللي بتعمل الووتر يبقى اسمها يا شباب نحفظ مع بعض اسمها ايه؟ كوفيلانت بوند. يعني ايه كوفيلانت بوند؟ رابطه تساهمية. زمان قالوا لكم ان الاكسجين عنده حاجه اسمها الكترونيجاتيفيتي. يعني ايه الكترونيجاتيفيتي بالعربي؟ يعني السالبيه الكهربيه. ايه السالبيه الكهربيه دي؟ هفكرك بيها برضو من ايام الثانويه العامه زمان. دي معناها الابيليتي اوف الاتوم تاتراكت الالكترونز، يعني قدره الاتوم الذره او النواه انها تجذب الالكترونز. الاكسجين النواه بتاعته كبيره قوي، بما انها كبيره قوي تقدر تجذب الالكترونات ليه لصالحه هو، فالالكترونات دي تقضي وقت اطول مع الاكسجين. طب بالمنظر ده الالكترونز لما تقضي وقت اطول مع الاكسجين، انتوا فاكرين زمان شحنه الالكترون بتبقى نيجاتيف، يبقى كان الاكسجين عليه شحنه نيجاتيف زياده يسموها بارشل نيجاتيف تشارج. طب انت لما تسحب الكترون من الهيدروجين يتبقى في الهيدروجين النيوكليوس. فاكرين زمان قالوا لكم ان النيوكليوس اللي التشارج بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. برافو عليكم. يبقى كانه عليه بارشل بوزيتيف تشارج. ايه ده؟ ده بالمنظر ده نشا قطبين. قطب بالانجليزي يعني بول. اتنين يعني باللاتيني؟ داي. فيقول لك على الووتر ده داي بول. يعني ايه داي بول؟ يعني ثنائي القطبين. ايه ثنائي القطبين ده؟ فيه بول نيجاتيف وبول تاني ايه؟ بوزيتيف. مين النيجاتيف هتتسال؟ اكسجين ولا هيدروجين؟ الاكسجين. وانت فهمت ليه الاكسجين؟ عشان فيه الكترونات ايه؟ اكتر. اكتر من اللي فيه، هو طبيعي يبقى فيه لغايه كام؟ 6. بس احنا قلنا الالكترونات هتقضي وقت اطول مع الاكسجين، عشان النواه بتاعتها ضخمه، تقدر تجذب الالكترونات بتاعت الهيدروجين لصالحها هي. يبقى الاكسجين عليه بارشل نيجاتيف تشارج، لكن الهيدروجين يبقى عليه بارشل بوزيتيف تشارج. ده لازم نعرفه عشان في سؤال كومبليت في اخر السنه. اصل الامتحان اللي هو يعني نص السنه ده بيبقى امتحان بالنسبه لكم امتحان نهائي. في الامتحان ده بيبقى فيه 50 درجه، 40 درجه نظري، والخمس درجات على الشيت، وخمس درجات على إيه اسمه ميد تيرم بيبقى او اورال بيبقى شفوي، بيبقى حوالي بيبقى كانه كومبليت. ممكن في الكومبليت ده اقول لك الووتر بيبقى فيه دايبول، تبقى عارف الاكسجين كاري نقط تشارج، يبقى الاكسجين كاري انهي نوع من التشارج يا اولاد؟ نيجاتيف. الهيدروجين كاري نقط تشارج، يبقى انهي نوع من التشارج؟ بوزيتيف. دكتور هو ال 40 درجه دول بيبقوا كلهم ام سي كيو ولا فيهم اسئله عادي؟ ال 40 درجه كلهم ريتم. كيف انا اكونت اون فوتروش ما تعرفوا عنه؟ اون بايوكيميكال بيزكس اكسبلين. فين هتبقى؟
منشن كومبير كل كل حاجه تعرفها ما تعرفهاش في ال 40 درجه ولا سؤال ان وي سي كيو. يلا يا شطار انتوا شايفين لما رسمت الووتر في انجل، انجل يعني ايه؟ زاويه ما بين التو هيدروجين والاكسجين. لازم تعرف الانجل دي قد ايه. الانجل دي يا ولاد تساوي 104 درجه ونص. الرقم ده مهم عشان بيجي في الكومبليت كتير قوي. تاني 104.5 104 درجه ونص. يبقى يلا نحفظ بقى الووتر. يلا يبقى الووتر كم هيدروجين؟ مين النيجاتيف؟ مين البوزيتيف؟ الانجل ما بينهم عملنا حاجه قد ايه؟ 104.5 يعني 104 درجه ونص. هو الووتر ده بيقول اجزاء كتيره قوي، جزيئات كتيره جدا، كتير عنده جزيئات كتيره جدا. أول سؤال النيوميريت، أول سؤال ممكن تقابله في الامتحان النيوميريت. النيوميريت ده هو هو يساوي منشن، يساوي اذكر عدد. النيوميريت أو منشن تتسأل. الأنجل بوند اللي في الووتر قلنا قد إيه يا ولاد؟ 104.5. نوع البوند اللي في الووتر بيبقى اسمها ايه؟ البوند كوفيلنت. بس عشان هي فيها جزء موجب وجزء سالب يسموها بولر كوفيلنت بوند. يعني ايه بقى بولر كوفيلنت بوند؟ يعني رابطه تساهميه قطبيه عشان فيها تو جزء. بصوا بقى يا شباب نتجاوب بقى. هاتوا الورق يا شباب عشان اول سؤال لقيته خلاص. ذا انجل بوند اوف ووتر 104. رقم خمسه، السؤال رقم خمسه في ال ان دي، ان دي يعني ملحوظ. قلنا ان في الكوفيلنت بوند الهيدروجين بيكاري ايه؟ بارشال بوزيتيف تشارج، لكن الاكسجين كاري ايه يا ولاد؟ بارشال نيجاتيف تشارج. حد معاه واحده زياده يا ولاد؟ يا شباب السؤال رقم اثنين، لما تتسال البوند اللي في الووتر يبقى اسمها ايه؟ بولر كوفيلنت بوند. طب بص معايا، هو يا ترى جزيء الووتر ده وسط ولا ملايين الجزيئات اللي مع بعض؟ ملايين الجزيئات اللي مع بعض. ازاي؟ ده منظر جزيئات الووتر، هتقول كده. ده H2O، ده another H2O واحد تاني جنبه بذمتك. مش الاكسجين ده اتفقنا عليه نيجاتيف تشارج، والهيدروجين اللي بالاسود ده عليه بوزيتيف تشارج، مش ممكن يحصل ما بينهم اتراكشن، انجذاب؟ سمينا البوند دي
اللي فيها الهيدروجين، بصوا معايا هنا على السبورة عشان تفهموه، اللي فيها الهيدروجين shared by two electrons، مشترك ما بين اتنين الكترون اهي، ما بين sorry shared between two atoms، ما بين ذرتين، ما بين الاكسجين اللي بالاسود وما بين الاكسجين اللي بالازرق، نسمي البوند دي هيدروجين بوند. تاني اسمها يا شباب هيدروجين بوند. يبقى لما تتسال في الامتحان البوند which connect ال water molecules together يبقى اسمها ايه؟ هيدروجين بوند. لو سمحت فرق ما بين نوعين من البوند، لما اقول لك البوند انسايد الووتر يبقى اسمها ايه؟ بولار بوند. لما اقول لك في صورة رقم 3 البوند بتوين الووتر مولكيولز يبقى اسمها يا اولاد هيدروجين بوند. بعد كده هتشطب السؤال رقم 4. يا اخيرا لقينا حاجه مش مفهومه، الحمد لله الحمد لله. السؤال رقم 7 بقى يا شباب، السؤال رقم 7 في المنشا مكتوب لك اذكر تو ويك انتر اكشنز، صح؟ هتشطب على ويك انتر اكشنز وتكتب السؤال، لا مش ويك انتر اكشن، هتكتب عليه نون كوفالنت بوند. اتكلم على اتنين نون كوفالنت بوند. ليه ده؟ يبقى انت فهمت حاجه بقى، ان البوند عندنا نوعين، يا اما حاجه اسمها كوفالنت بوند يا اما عكسها يبقى اسمها ايه؟ نون كوفالنت بوند. تاني البوند اللي في المركبات الكيميائيه قلنا نوعين، كوفالنت يا اما يا اولاد نون كوفالنت، بدل ويك انتر اكشن هنسميها اسمها الجديد المكتوب عندك في الكتاب في صفحه 2 اسمها نون كوفالنت بوند. يعني ايه نون كوفالنت بوند؟ اكتب عليها روابط غير تساهميه، يبقى الروابط نوعين، يا اما كوفالنت تساهميه يا اما نون كوفالنت غير تساهميه. مين الاربعه النون كوفالنت بوند اللي عايزك تعرفهم؟ اربعه هتحفظهم بكلمه اتش اي في. الاتش اي في ده اتنين بحرف الاتش، هيدروجين بوند اللي لسه قايلين عليها دي تعتبر نون كوفالنت، وهيدروفوبيك انتر اكشن. يعني ايه هيدروفوبيك؟ هيدرو يعني ووتر يعني ميه، فوبيك يعني كاره. مش تسمع ان واحد عنده فوبيا؟ كلمه فوبيا دي او فوبيك يعني كاره، يعني واضح كده انها ما بين مركبات بتكره الميه. يعني ايه بتكره الميه؟ يعني ووتر سوليبل ولا انسوليبل؟ ووتر انسوليبل. والاي ايونيك بوند اللي انتوا سمعتوا عليها زمان حاجه اسمها الرابطه الايونيه، والفي فاندر فالز فورسز، بتتنطق فالز مش والز، ليه؟ عشان ده راجل الماني بيتكتب بالدبليو بس بيتنطق بالفي. يبقى يلا نحفظ الاربعه نون كوفالنت بوند، يلا اتش اي في، اول واحده بحرف الاتش لسه قايلين اسمها يا اولاد ثاني واحده كارهه للماء ووتر سيلفر تبقى مين؟ هايدروفوبيك انتر اكشن، شطار. بحرف الاي الايونات تبقى مين؟ ايونات بوند. بحرف البي تبقى مين؟ فاندر فالز فورسز. في صفحه 2 في الكتاب، في صفحه 2 في الكتاب يعني للمعرفه احتياطي، ما جاتش قبل كده نهائي خالص في الامتحانات. هيدروجين بوند خلاص احنا قلناه اتكلمنا عليه، لكن الايونيك بوند للمعرفه اشهر ايونيك بوند تعرفوها في حياتكم، برافو عليك، ان اي سي ال. فاكرين قالوا لكم الان ايه بتبقى ليه شحنه ايه؟ بوزيتيف. السي ال بتبقى ايه؟ نيجاتيف. يبقى البوند دي بتحصل ما بين مين؟ ما بين بوزيتيف جروب اند نيجاتيف جروبس. يعني بيحصل ما بينهم حاجه اسمها اتراكشن. يعني ايه اتراكشن؟ انجذاب. يبقى الايونيك بوند لو سالك، لو سالك الديفينيشن بتاع الايونيك بوند تعرف ان معناها اتراكشن ما بين بوزيتيف ونيجاتيف جروب. زمان في الثانويه العامه قالوا لكم ان المركبات البوزيتيف بتبقى دايما بيزك والمركبات النيجاتيف بتبقى دايما العكس،
acidic. Acidic يعني حمضية و basic يعني قاعدة. اللي بعد كده hydrophobic. يعني hydrophobic قلنا كارهة ايه؟ للماء. لو سأل يبقى دي بتحصل ما بين المركبات البولر ولا النون بولر؟ نون بولر. يعني نون بولر غير قطبية. عايزين نعرف ثلاث كلمات يا أولاد. ان hydrophobic معناها water insoluble. يعني ايه water insoluble؟ لا تذوب في الماء. معناها انها نون بولر. يعني ايه نون بولر؟ يعني مركبات غير قطبية. طب مثال على hydrophobic interaction. ست البيت الشاطرة تعرف لو جابت نقطة زيت وحطيته في المية تدوب ولا ما تدوبش؟ قلنا مش هتدوب water insoluble. بس حطي نقطة زيت تانية، نقطة زيت تالتة رابعة، ايه ده؟ هتلاقيهم ايه؟ بيتجمعوا مع بعض. عارفين ليه بيتجمعوا مع بعض؟ لان المية بتزقهم، تعملهم سكويز. سكويز يعني تزقهم، تعصرهم، تبعدهم كده لوحدهم، تقول لهم ابعدوا بعيد، انتوا وحشين. وحشين ليه؟ لانهم ووتر ايه؟ انسوليبل. فلما تزقهم يتجمعوا مع بعض. سبب تجمعهم مع بعض انهم اشتركوا كلهم في خاصية واحدة، انهم ووتر سوليبل ولا انسوليبل؟ انسوليبل. فيسموا البوند، الرابطة اللي نشأت ما بينهم نتيجة انهم ووتر انسوليبل، نسميها هيدروفوبيك ايه؟ انتراكشن. تعرف لي بس انها ما بين المركبات النون بولر. فاندر فيلس فورسز برضو ما تسألتش قبل كده خالص، بس لو اتسألت عليها تبقى عارف ايه. انا هسألكم سؤال يا اولاد. زمان في الثانوية العامة قالوا ان اي اتوم، عارفين يعني ايه اتوم؟ ذرة. كلمة اتوم يعني ذرة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيوكليس. نيوكليس يعني ايه؟ نواة. والكترونز يدور حواليها الكترونز. فاكرين الالكترونز ثابتة ولا بتدور؟ بتدور، بتلف في الكونتينوس روتيشن. النيوكليس قالوا لكم التشارج بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. الكترون تشارج بتاعتها ايه؟ نيجاتيف. بالصدفة البحتة كان في اتوم تانية جنبها، بس النيوكليس البوزيتيف والالكترونز النيجاتيف كانوا عكسها. ازاي؟ يعني زي مثلا هنا النيوكليس على اليمين والالكترون هنا على الشمال، اللي تحتها الكترون على اليمين والنيوكليس على الشمال. بذمتك مش ممكن يحصل اتراكشن ما بينهم؟ يسموا الاتراكشن ده فاندر فالس فورسز. اهم كلمه عن فاندر فالس فورسز انها دائمه ولا مؤقته؟ مؤقته. ترانزيانت فورسز. يعني ايه ترانزيانت؟ مش انت لما بتبقى في الطياره بتنزل حاجه اسمها ترانزيت؟ ترانزيت يعني ترانزيانت، يعني مؤقت. ليه يا ترى دي ترانزيانت فورسز؟ لان احنا اتفقنا الالكترون ثابته ولا بتدور؟ بتدور. يبقى ممكن الالكترونز النيجاتيف اللي على الشمال تيجي بعد فتره يمين، فساعتها يحصل اتراكشن؟ لا، يحصل العكس، يحصل ريبانش. فتعرف لي اهم حاجه ان سبب فاندر فالس فورسز حاجه اسمها ترانزيانت ان ايكوال ديستريبيوشن اوف الكترونز. يعني ايه ترانزيانت؟ يعني مؤقت. ان ايكوال يعني مش بالتساوي، يعني في الكترونات اتجمعت هنا كتير ناحيه الشمال. ديستريبيوشن يعني توزيع. بس دي برضو نعرفها احتياطي. لكن اهم كلمه فاندر فالس فورسز حاجه اسمها فاندر فالس ديستانس. يعني ايه فاندر فالس ديستانس؟ احسن مسافه يحصل ما بينها اتراكشن بين التو اتومز، لانها عند مسافه من 0.3 ل 0.4 نانومتر. تاني دي هتزودها عندك حاجه اسمها فاندر فالس ديستانس، مكتوبه لك في اخر صفحه 2. يعني ايه فاندر فالس ديستانس؟ يعني احسن مسافه يحصل عندها اتراكشن ما بين التو اتومز. احسن مسافه لانها قد ايه يا شباب؟ نحفظ مع بعض، من 0.3 ل 0.4 نانومتر. شايفين المسافه بالنانومتر، كميه صغيره جدا، مسافه صغيره جدا. يقول لو هم قربوا اكتر من 0.3 ل 0.2 نانومتر، يعني بقوا على بعد 0.2 او 0.1، يحصل العكس، تناقض. لكن احسن مسافه يحصل عندها تجاذب بين التو اتومز هي مسافه قد ايه يا اولاد؟ 0.3 نحفظ ل 0.4 قد ايه؟ نانومتر. ده ممكن يتسالها في الكومبيلي.
كل الاسئله دي ممكن تسالها كوندي. لكن اول سؤال مهم جدا 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 لما تقلب الصفحه في تاني صفحه اون بايوكيميكال بيجز اكسبلين، بيجينا سؤال اون بايوكيميكال بيجز اكسبلين يعني بما تفسر، اذكر السبب. هتذاكر كل حاجه معظم الحاجات من الورق ده. ماشي، الزيادات بس انا بقول عليها كومبليت او مش كومبليت او حاجات مهمه بس هي اللي هتجمعها من الكتاب. ويستحسن ان انت تذاكر من الكتاب الاول وبعد كده يعني بعد ما تقرا الكتاب تقرا تقرا بس وتجمع الورق. ليه يا اولاد مش بكتب كل حاجه؟ ليه مش بكتب كل حاجه في الورق؟ لان في اسئله هقولكوا عليها مهمه مهمه جدا لا يمكن اكتبها لك في الورق. ماشي، هقولها لك بعد كده، هتعرفوا الكلام ده من الناس اللي قبليك. في اسئله مهمه جدا لا مش هتلاقيها مكتوبها لك في الورق، لكن هقولها لك فين؟ في الكتاب. فالكتاب ده اساسي معاك. الكتاب ده اهم حاجه. ماشي؟ ماشي في الورق ده. ماشي نعم. تاني يا اولاد اللي بيحط الامتحان لو شاف الورق ده هيجيب لك عكس الاسئله. بجد والله ده اللي بيحصل. يا شباب. On biochemical basis explain. رقم واحد اشطبوها. رقم اثنين اشطبوها. رقم ثلاثة اشطبوها. يلا واحد واثنين وثلاثة اشطبوها. لكن أول سؤال مهم. رقم أربعة explain. ليه water is universal solvent. اكتب عليه لو سمحت. سؤال مهم جدا 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 جدا. أربعة جدا. بيتكرر كتير قوي في الامتحانات. للووتر از يونيفرسال سولفنت، يعني ايه كلمه يونيفرسال؟ كوني عالمي. سولفنت يعني عشان تفهم كلمه سولفنت عندنا ثلاث كلمات في الطب. اول كلمه اسمها سوليوشن، ها شطار، سوليوشن يعني ايه؟ محلول. واشهر محلول عندكم السكر في الميه، تجيب السكر تدوبه في الميه يبقى انت عملت حاجه اسمها ايه؟ سوليوشن. السكر بيبقى اسمه سوليوت. سوليوت يعني المذاب. الميه اسمها سولفنت. سولفنت يعني المذيب. تعالوا بقى نجاوب على السؤال ده. ليه الووتر از يونيفرسال سولفنت؟ وده زي ما قلت لكم مهم. بص يا شباب، اولا ايه المركبات اللي احنا ممكن ندوبها في الميه؟ اول نوع من المركبات اللي ممكن ندوبها في الميه السولتس. سولتس يعني الاملاح. واشهر ملح انتوا عارفينه لسه قايلينه من شويه اسمه ايه؟ صوديوم كلورايد. وانتوا الشطار قلتوا لي ان الصوديوم عليه تشارج شكلها ايه؟ كلورايد عليه تشارج شكلها ايه؟ اللي بيحصل اللي بيحصل انت الصوديوم كلورايد بيروح للووتر يحصل له حاجه اسمها هايدريشن. هايدريشن دي يعني التميق، سمعتوا عنها جايز زمان. يعني ايه التميق؟ يعني سيباريشن، يعني يتفصلوا عن بعض. يعني الصوديوم يبقى لوحده والكلورايد يبقى لوحده. طب الصوديوم لما يبقى لوحده، لو انت تخيلت ان جزيء الووتر كانه مثلث بالمنظر ده كده، او اتش H وكده. راس المثلث الاكسجين، قاعده المثلث الهيدروجين. الاكسجين عليه نيجاتيف تشارج قلنا، والهيدروجين عليه ايه؟ بوزيتيف تشارج. يا ترى جزيء الووتر هيحوط الصوديوم بانهي منطقه؟ الراس ولا القاعده؟ الاكسجين ولا الهيدروجين؟ ها الصوديوم ده موجب، يبقى جزيء الووتر يحوطه بايه؟ ينفع موجب يمسك مع موجب؟ لا، لازم اللي يمسك معاه مين؟ السالب. مين السالب ده يا شباب؟ اللي هو ايه؟ الاكسجين. برافو عليك. يبقى الاكسجين هنا، ده النيجاتيف، والهيدروجين يبقى هنا. يبقى هنا متحوط بالووتر. فلما يبقى متحوط بالووتر يبقى انت اسمك دوبت المركب. ليه؟ اصل انتوا في حاجه مش في دماغكم. ما تعتقدش ان كلمة الدوبان سوليبيليتي ان انت تحط المركب فيختفي، لا.
كلمة الذوبان معناها ان جزيئات الوقت تقدر تحوطه ولا ما تقدرش تحوطه، تقدر تتحد معاه ولا ما تقدرش تتحد معاه. هنا المركب ده اللي هو الصوديوم الووتر فعلا قدر يحوطه ويتحد معاه، بس حوطه بانهي جزء؟ اكسجين ولا هيدروجين؟ اكسجين. انتوا الشطار اللي هتقولوا لي امال الكلورايد بقى جزيئات الووتر تحوطه بانهي جزء يا اولاد؟ برافو عليك، الهيدروجين، قاعده المثلث. ومن هنا اول اجابه عندك، ليه يا ترى الووتر يونيفرسال سولفنت؟ ليه هو مذيب عالمي؟ عشان اولا بيقدر يدوب مركبات زي الصود الاملاح. ايه اللي بيحصل للصود؟ الصوديوم كلورايد اول حاجه يحصل لها سيباريشن. سيباريشن يعني تتفصل، صوديوم لوحده كلورايد لوحده. الصوديوم اللي هو البوزيتيف تشارج اكتب كده على الصوديوم بوزيتيف، يبقى سراوندد باي. سراوندد باي يعني يتحوط بواسطه النيجاتيف تشارج اوكسجين. لكن الكلورايد اللي هو النيجاتيف تشارج يبقى سراوندد باي، اكتب على الكلورايد ده نيجاتيف، يتحوط بيه البوزيتيف تشارج هايدروجين. ده اول حاجه. تاني مركبات ممكن ندوبها ديزول، يعني ندوب يذيب، ممكن ندوب نوع من المركبات اسمه بولار سبستانسز. كلمة بولر يعني قطبية، وما دام المركبات دي قطبية يبقى تقدر تدوب في المية. فاكرين احنا قلنا من شوية هيدروفوبيك بتبقى بولر ولا نون بولر؟ نون بولر. وفي نفس الوقت ووتر ايه؟ انسوليبل. دي عكسها بقى، لو في مركبات بولر قطبية تقدر انها تعمل هيدروجين بوند وذ ووتر. فلما تعمل هيدروجين بوند مع الووتر تتحد مع الووتر بهيدروجين بوند، يبقى انت كده ذوبتها. يبقى لو اتسالت ازاي البولر سبستانس كان بي ديزولفد ان ووتر، ازاي بتدوب في الميه؟ عن طريق انك تتحد مع الووتر ببوند اسمها شباب تاني هيدروجين بوند. النوع الوحيد من المركبات اللي لا يمكن الووتر انه يدوبه اسمه نون بولر سبستانس. ده النون بولر سبستانس كان نوت ديزولف ان ووتر، ده الوحيد اللي ما يقدرش يدوب في الميه، اخر واحد الا بطريقه معينه. بس ليه النون بولر سبستانس كان نوت ديزولف ان ووتر؟ ليه ما بتقدرش تدوب في الميه؟ عشان بس تبقى عارف، لانها كان نوت فورم هيدروجين بوند، ما تقدرش تعمل هيدروجين بوند بعكس البولر. طب في مركبات قبليها اسمها امفيباسيك. يعني ايه امفيباسيك؟ اكتب على امفيباسيك دي هتلاقيها موجوده عندك في، او اكتب على امفيباسيك دلوقتي. امفيباسيك يعني مركبات عباره عن جزء تحتوي على جزء بولر وجزء تاني نون بولر. زي ايه؟ اخدته هيستولوجي صح؟ اخدته حاجه اسمها سيل ممبرين. رسمت ازاي سيل ممبرين؟ عملوا لكم كده، قال لك في هيد وفي تيل. الهيد ده بيبقى النوع ده من المركبات بولر، يعني ووتر سوليد. لكن التيل ده بيبقى نون بولر، ووتر انسوليد. فلما يبقى في مركب فيه خاصيتين مختلفتين يسموه امفيباسيك. يبقى اكتب لو سمحت على امفيباسيك دي بالعربي، اكتب عليها انه يحتوي على خاصيتين مختلفتين. ايه الخاصيتين المختلفتين دول؟ ان في جزء في التركيب بولر وجزء تاني ماله يا اولاد؟ نون بولر. فاكتب على امفيباسيك، اكتب عليها كونتين بولر بار اللي هو الهيد، اند نون بولر بار اللي هو مين؟ تيل. ليه بقى بقول لك اكتب عليها؟ عشان ممكن يجي لنا سؤال ديفاين. ديفاين يعني عرف. هتلاقوه في السؤال في اول صفحه، معلش مكتوبه اخر واحده في الديفاين في التعريف. امفيباسيك سبستانس. الامفيباسيك يا شباب ماشي في التعريف بتاعها هتكتب كده انها دي هتكتبها من نفسك، هي اخر واحده كده انا مخطط دي بس ما كملتش. انها بتكونتين مين ومين؟ كونتين جزء بولر اند ايه؟ نون بولر بار. كونتين بولر بار اند
نان بولر بارت. مين البولر بارت اللي هو مين؟ الهيد. مين النان بولر بارت اللي هو مين؟ تيل. تاني كونتين بولر بارت ان كونتين نان بولر بارت. صح. لما تيجي الانتياسيد دي تدوب في المية المية مين اللي يقدر يلمسها؟ الهيد ولا التيل؟ مين الجزء اللي يلمسها؟ انتوا فاكرين احنا قلنا بولر يعني ووتر ايه؟ سوليبل يعني يدوب في الميه، والنان بولر يعني ووتر ايه؟ ان سوليبل لا يدوب في الميه. يبقى مين اللي يلمس الميه؟ الهيد. بس مين اللي استخبى من الميه؟ التيل. فترتب نفسها بالمنظر ده. شايفين اللي انا رسمته ده ايه؟ رسمت شكل كوره. كوره باللاتين يعني مثل. يبقى اكتب على مثل دي يعني كوره. ايه اللي بيحصل في الكوره دي؟ ان الهيد هو اللي بره، هو اللي يلمس الميه، لكن التيل هو اللي جوه، هو اللي ما ينفعش يلمس الميه. عايز تتخيلها بايه؟ عارف كره البينج بونج، كره تنس الطاوله الصغيره؟ هات كره تنس الطاوله الصغيره ودخلها جوه الموضه. سطح الكوره هو اللي هيلمس الميه، لكن جوه الكوره الفراغ ده هل ده بيلمس الميه؟ لا. يبقى كان سطح الكوره هو الهيد، وكان جوه الكوره هو مين؟ التيل. يبقى لو سالت في الامتحان ليه الانفيباسيك سبستانس كان بي ديزولفد ان ووتر، ليه تقدر تدوب في الووتر؟ الاجابه كلمه واحده بس، لانها بتفورم ستراكشر اسمه ايه؟ مثل. مثل يعني كوره. تاني بقى يلا نحفظ مع بعض من الاول. يبقى ليه الووتر از يونيفرسال سولفر؟ انت شفت الووتر بيقدر يدوب معظم المركبات اللي في الكون، بيقدر يدوب كل المركبات ما عدا حاجه واحده بس ما قدرش يدوبها، اللي هي مين؟ النان بول. اول مركب قدر يدوبه مين يا اولاد؟ صود، صوديوم كلورايد. ازاي؟ عمل له ايه؟ سيباريشن، فصل. فالصوديوم بقى لوحده، كلورايد لوحده. الصوديوم مين اللي حوطه؟ الاكسجين. اشمعنى الاكسجين؟ عشان هو ايه؟ نيجاتيف. الكلورايد مين اللي حوطه؟ الهيدروجين. اشمعنى الهيدروجين؟ عشان هو ايه؟ مظبوط. بعد كده تاني مركب نقدر نزوده البولار سبستانس. اشمعنى البولار سبستانس كان بيجي دور كلمه واحده؟ كان بيعمل بوند ثاني هيدروجين بوند. تالت حاجه انتيباسيك. انت فهمت يعني ايه انتيباسيك؟ يعني مركبات هيد وتيل، يعني مركبات فيها جزء بولر وجزء تاني ايه؟ نان بولر. يا ترى تقدر تدوب في الميه ازاي؟ عن طريق انها بتعمل ايه يا شباب؟ شكل اسمه ايه؟ مثل. واخيرا النان بولر قلنا بتدوب ولا ما بتدوبش؟ ما بتدوبش، ولكن في حاله واحده تقدر تدوب. ايه هي؟ بصوا معايا دي نقطه الزيت اللي هي الهيدروفوبيك اللي هي النان بولر. لو انت ضفت لها ماده انفيباسيك، الماده الانفيباسيك تمسك مع الاويل اللي هو النان بولر. ازاي؟ ده نان بولر، تمسك عن طريق الهيد ولا التيل؟ التيل. التيل، برافو عليك. اشمعنى عن طريق التيل؟ لان التيل زيه. التيل زيه ازاي؟ بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. ما دام حاجه نان بولر تقدر تمسك مع حاجه ثانيه نان بولر. مين بقى اللي يبقى بره؟ مين يا شباب اللي يبقى بره؟ الهيد. الهيد ده ايه؟ بولر. فبالمنظر ده يبقى مين اللي بقى بره؟ الهيد، صح؟ يعني الماده الانفيباسيك عامله زي ايدي كده، جوه ده نان بولر، بره بولر. مسكت غطا القلم اللي هو الاويل عن طريق التيل، يبقى بقى مين اللي ظاهر على السطح؟ الهيد البولر. تقدر تدوبها دلوقتي ولا لا؟ اقدر ادوبها. ليه؟ لان انا خليتها كلها مستخبيه جوه الكوره اللي احنا عملناها من شويه. فلما تستخبى جوه الكوره يبقى اللي على السطح بس مين؟ الهيد. فيقول لك النان بولر سبستانس كان بي ديزولفد ان ووتر في حاله واحده بس، في حاله وجود مركب اسمه انفيباسيك سبستانس. فهمنا يعني ايه انفيباسيك سبستانس؟ يعني في جزء بولر فالجزء النان بولر يحوط المرتبات النان بولر فيظهر من بره البولر بار. يسموا العمليه دي ايمرشن.
الشكل ده اسمه emulsion. مهم قوي. يعني ايه emulsion؟ emulsion بالعربي يعني مستحلبة. اللي مش تسمع عن رأس مستحلبة اللي هي اولاد. لو واحد عنده بلغم مش بتاخده رأس كده يقول لك تدوب البلغم، دي اسمها emulsion. emulsion يعني ان انت معناها انك تحول المادة water insoluble تخليها غصب عنها water soluble. ده كان سؤال مهم، وده اول سؤال مهم فعلا ممكن تقابله في الامتحان. بعد كده يا شباب عندنا في صفحة واحد هتتسأل في الامتحان مين هم الانتيباتيك موليكيولز. هو السؤال رقم 6. الانتيباتيك سبستانس عندنا اتنين، تعرف اسمها اللي هو الصابون والسولز اللي هي اخلاط العطارة الصفراء. معلش في الانتيباتيك السؤال رقم 8. في حاجة اسمها method of determination of pH. عشان نفهمها تعالوا ننزل تحت وناخد سؤال الديفاين. تعالوا اكتب في الديفاين رقم 1 و 2. اكتب في التعريف رقم 1 و 2. وتعالوا ناخد السؤال رقم 4. يعني ايه بي اتش؟ بي اتش يا ولاد اللي هو قص الهيدروجين، اللي هو باور اوف هيدروجين. ايه قصة الباور اوف هيدروجين ده؟ بص يا ولاد عشان نفهم، تركيز الهيدروجين او هيدروجين ايون كونسنتريشن، تركيز الهيدروجين في الموتر بيساوي 10 اس سالب 7. انتوا عارفين يعني ايه 10 اس سالب 7؟ 10 تو ذا باور ماينس 7. يعني معنى كده كاني بقول لك بيساوي 1 على 10 اس 7. رقم ضئيل صغير قوي 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 قوي. فالعلماء زعلوا، قال لك انا مش معقول اقول ان تركيز الهيدروجين ان الكونسنتريشن اوف هيدروجين 10 اس سالب 7. احنا لازم نلاقي طريقه ثانيه للتعبير عن الكونسنتريشن اوف هيدروجين. ايه الطريقه الثانيه دي؟ احنا عايزين ناخد الرقم اللي فوق بس. الرقم اللي فوق بس اللي هو مين؟ 7. مش سالب 7 اللي هو مين؟ 7. سموه البي اتش. بي اتش يعني الباور اوف هايدروجين. يعني كاني بقول لك قص الهايدروجين، بس هو مش القص بالظبط. امال ده ايه؟ هو ايه السبعة ده؟ السبعة ده عشان تجيبه ده موجب ولا سالب؟ موجب. لكن اللي مكتوب عندك في القص ايه؟ سالب 7. زمان قالوا لكم في الرياضيات عشان تحول السالب لموجب تحط اشاره ايه؟ سالب. يبقى كاني بقول لك سالب، سالب 7 يساوي كام؟ 7. يبقى اول حاجه نيجاتيف. طب ايه برضو السالب 7 ده؟ ده حاجه في الرياضه اسمها اللوج، لوجاريتم. ايه اللوج او اللوجاريتم ده؟ سمعتوا عن اللوجاريتم بالعربي؟ اللوج في الرياضيات معناها باور اوف 10، قص ال 10 تاني. فمن هنا جه الديفينيشن اوف البي اتش. ايه بقى تعريف البي اتش ده؟ نيجاتيف لوج الهيدروجين ايون كونسنتريشن. يعني ايه نيجاتيف لوج الهيدروجين؟ هات اللوج في الاول، اللوج اللي هو هنا ماينس 7، وعشان تحوله لبوزيتيف تحط قبليه اشاره ايه؟ سالب. نيجاتيف يبقى نيجاتيف نيجاتيف 7 يبقى يساوي ايه؟ بوزيتيف 7. الديفينيشن مهم بيجي كتير في الامتحان. يبقى البي اتش اكتب عليه مهم جدا جدا جدا. ايه تعريف البي اتش يا اولاد؟ نيجاتيف لوج، نيجاتيف لوج الهيدروجين اين كونسنتريشن. فهمنا؟ اسالكوا سؤال شفتوا فهمتوا ولا لا؟ لما اقول لك محلول الهيدروجين اين فيه 10 اس سالب 6 تبقى البي اتش بتاعته كام؟ 6. برافو عليك. طب لو قلت لك محلول الهيدروجين ايون كونسنتريشن فيه 10 اس سالب 3 تبقى البي اتش بتاعته تساوي كام؟ 3. اسالكم بقى سؤال صعب. عندك سوليوشن الهيدروجين ايون كونسنتريشن فيه 10 اس سالب 7 وواحد تاني الهيدروجين ايون فيه 10 اس سالب 3، مين اللي يحتوي على مور هيدروجين ايون؟ سالب 3 ولا سالب 7؟ سالب 3. برافو عليك. سالب 3 اكبر من سالب 7. يبقى مين الاسيدك؟ عارفين يعني ايه اسيدك؟ قاومي.
العشر سالب سبعة والعشر سالب تلاتة. عشر سالب تلاتة. سؤال، يبقى البي اتش بتاعت عشر سالب تلاتة بتساوي كام؟ تلاتة. لكن البي اتش بتاعت عشر سالب سبعة تساوي كام؟ سبعة. يبقى معنى كده كل ما البي اتش ال يبقى معناه ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن ايه؟ يزيد. يبقى الاسيد ايه؟ يزيد. عشان كده قسمنا المحاليل لثلاث انواع، يا اما بي اتش تساوي 7 يبقى دي سوليوشن مالها نيوترال. نيوترال يعني ايه؟ متعادل. يا اما بي اتش اقل من 7 تبقى دي ايه؟ اسيدك. اسيدك حمضيه. يا اما بي اتش اكتر من 7 تبقى دي ايه؟ بيزك. الكالاين او بيزك يعني قلويه او قاعده. سؤال رقم 8 فوق في المنشن او النيوميريت، ايه الميثود اوف ديترمينيشن اوف بي اتش؟ ايه طرق تحديد البي اتش في المعنى؟ نعرفها بس عشان النيوميريت مش اكتر. في عندنا طريقتين مهمين. اول طريقه يا اما كالوريمتريك يا اما الكترومتريك. كالوريمتريك يعني باستخدام مين؟ لون. واشهر طريقه بتستخدم فيها اللون اخذتها زمان ورقه عباد الشمس. ورقه عباد الشمس بالانجليزي معناها ليتمس بيبر. دي يسموها انديكيتور بيبر ميثود. يعني ايه انديكيتور؟ اكتب على انديكيتور يعني مؤشر. بيبر يعني ورقه. بيبر ميثود يعني طريقه. يعني الطريقه اللي بتستخدم فيها الورقه كانها مؤشر. في صوره رقم 8 ماشي. يبقى اول واحده في الكالوريمتري عندنا حاجه اسمها انديكيتور بيبر ميثود، واكتب عليها تساوي ليتمس بيبر. عارفين تعرفوا تكتبوها اهي ليتمس بيبر. يعني ايه ليتمس بيبر؟ ورقه عباد مين؟ الشمس. تاني طريقه في الكالوريمتري برضه عن طريق حاجه اسمها انديكيتور بفر سوليوشن. يعني انديكيتور بفر سوليوشن؟ هنا انديكيتور قلنا يعني ايه؟ مؤشر. يعني هيقول لك يا ترى ده اسيد ولا بيز. بفر هنا مش معناه محلول مناطق. بفر هنا في الجمله دي معناه محلول معلوم البي اتش. محلول انا عارف البي اتش بتاعته قد ايه. اسمها انديكيتور بفر سوليوشن. يبقى تاني اول طريقه اسمها كالوريمتري. كالوريمتري بنستخدم حاجه من اثنين، يا اما انديكيتور بيبر اللي هي الليتمس بيبر، يا اما انديكيتور بفر سوليوشن. يعني يا اما تستخدم يا ورقه يا محلول. الطريقه الثانيه كالوريمتري سوري الكترومتري. الكترومتري يعني باستخدام ايه؟ كهرباء. جهاز عندنا في المعمل اكتب اسمه. اسمه بي اتش ميتر. ده اسمه سهل قوي. يعني ايه بي اتش ميتر؟ يعني الجهاز اللي بيقيسلك على طول مين؟ البي اتش عند الالكترومتري. يبقى تاني ناخد مع بعض ايه الميثود اوف ديترمينيشن اوف البي اتش؟ حاجتين، يا اما كالوريمتري بان انت تشوف لون، يا اما الكترومتري جهاز كهربائي. نخلص من الكترومتري. الجهاز الكهربائي اسمه يا اولاد بي اتش ميتر اللي بيقيس البي اتش. الكالوريمتري حاجتين، يا اما باستخدام ورقه يا اما باستخدام محلول. ورقه يبقى اسمها انديكيتور بيبر ميثود زي مين؟ الليتمس بيبر. محلول اسمه انديكيتور سوليوشن ميثود اللي هو البقر. ماشي الكلام ده برضو يعني نص نص. لكن بقى السؤال المهم قوي 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 قوي، بفر اللي هو في الديفاين سؤال رقم 3. بفر يعني ايه؟ بفر يعني محاليل منظمه. ومن اول دلوقتي في الشابتر ده تبدا الاسئله المهمه. يعني اللي فات البي اتش بيجي، اليونيفرسال سولفنت ده مهم قوي بيجي، لكن من اول هنا لغايه اخر الشابتر كله مهم. كله ممكن يجي لك في الامتحان. اصل خلي بالك يا اولاد انا نسيت اقول لكم الامتحان زمنه ساعة. ها؟ ساعة واحدة بس. الامتحان طويل جدا جدا جدا. بيبقى دايما اربعة جيف انا كاونت ون. قلتوا شمال تعرفوا عنه. خمسة ديفاين. خمسة اون بايوكيميكال بيزس اكسبلين. فلازم اهم حاجه عندنا تحفظه كويس قوي عشان تخشوا الامتحان تقدر تكتب بسرعه.
بقر اكتب لو سمحت على بقر يعني محاليل منظمة. يعني ايه محاليل منظمة؟ اخدتوا فيسيولوجي صح؟ عرفتوا ان البي اتش اوف البلد بتساوي كام؟ 7.4 تاني يبقى البي اتش بتاعت البلد كام؟ 7.4. ايه اهمية البي اتش بتاعت البلد؟ ربنا خلق لنا جوه البلد حاجة اسمها انزيمز. يعني ايه انزيمز؟ انزيمات. الانزيمات دي بتعمل كل الرياكشنز داخل جسمنا، كل التفاعلات الكيميائية داخل جسمنا بتحصل عن طريق الانزيمز. الانزيمز دي عشان تشتغل لازم تشتغل عند بي اتش 7.4. لو البي اتش دي اتغيرت، ايه ده هي ممكن تتغير؟ اه لو انت ضفت اسيد على البي اتش هتفضل ثابته؟ تقل. لا يحصل لها ايه؟ تقل. برافو عليك. طب لو ضفت عليها بيز او الكالي تفضل ثابته؟ لا يحصل لها ايه؟ يزيد. بالمنظر ده الانزيمات بتشتغل؟ لا الانسان يموت. عارفين شفتوا الرقم ده 7.4؟ والله لو وصلنا 7.1 الانسان ده قرب يموت، لازم نحجزه في الاي سي يو. 6.9 شوف قال لي بس 5.10 انت بتقول له باي باي مع السلامه، ده مات خلاص ملوش حل. عشان كده اللي ينقصها او يزودها يا اما اسيد ينقصها يا اما الكالي يزودها. عشان كده ربنا خلق لنا حاجه اسمها بفر. بفر يعني محاليل منظمه. يعني ايه محاليل منظمه؟ دي محاليل لو انت ضفت عليها اسيد او بيز البي اتش بتاعتها تفضل ثابته ما تتغيرش. تاني وانا المفروض لو ضفت اسيد على محلول البي اتش بتاعته قلنا يحصل لها ايه؟ تاني لو ضفت بيز الكل يعني قاعده او قلم البي اتش يحصل لها ايه؟ تزيد. البفرز لا محاليل ريزيست. يعني ايه كلمه ريزيست؟ تقاوم. بس خلي بالك اهم كلمه في كلمه بفرز زي ار سوليوشنز. خلي بالك ده سوليوشن ولا سوليوشنز؟ سوليوشنز. يعني ايه سوليوشنز؟ محاليل. اصل في الحقيقه لازم يكون البفر محلولين اتنين مع بعض. ليه لازم يكونوا اتنين مع بعض؟ اكيد عشان واحد يعادل البيز والتاني يعادل مين؟ الاسيد. يبقى البفر ده سيستم، ده نظام عندنا. سوليوشن ولا سوليوشنز؟ دي سوليوشنز. وظيفتها ايه؟ ذات ريزيست تقاوم تشينجز ان بي اتش، تغيرات في البي اتش. امتى؟ ان سبايك اوف بالرغم من اديشن اضافي مودريت اماونت. تاني اهم كلمه في التعريف. يعني ايه مودريت اماونت؟ اكتب على مودريت اماونت كميه متوسطه. اماونت يعني كميه، مودريت يعني متوسطه. بالرغم من اضافه مودريت اماونت اوف اسيد او بيز من حمض او قاعده. تاني عشان الديفينيشن ده مهم قوي. بالعربي كده دي مجموعه من المحاليل، وانت عارف ده محلول واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ لازم يكونوا كام؟ اتنين بس. دول محلولين اتنين بس وظيفتهم انهم يعادلوا يقاوموا التغيير في البي اتش. لو انت ضفت مين او مين؟ اسيد او بي. يلا نحفظها يا شباب، يلا اذكرها يا شباب يلا. يبقى البفر معناه دي سوليوشن ولا سوليوشنز؟ سوليوشنز. وظيفتها ايه؟ ريزيست تقاوم. تقاوم مين؟ تشينج في البي اتش. امتى؟ in spite of بالرغم من addition of اهم كلمه moderate amount. يعني ايه moderate amount؟ قلنا كميه متوسطه of مين او مين؟ acid او base. في سؤال رقم 9 composition of buffer. يعني ايه composition of buffer؟ تركيب البفر. احنا اتفقنا يا اولاد ان البفر سوليوشن ولا اتنين سوليوشن؟ سوليوشنين. سوليوشن. تعالوا نشوف. على 6:30.
تاني سوليوشن ولا سوليوشن قلنا سوليوشن قلنا سوليوشن دي كان محلول واحد ولا اثنين اثنين اول واحد يا شباب البطل ده بيكون معمول من ويك اسيد يعني ايه ويك اسيد هم ضعيف ده سوليوشن رقم واحد ان اتس سولت يعني الملح بتاعه ويز سترونج بيز يعني ايه الملح بتاعه ذا سترونج بيز يعني الملح بتاعه الذي نتج من تفاعله مع اكتب على ويز او هي هي اوف المكتوبه عندك دي اكتب عليها الذي نتج من تفاعله مع الذي نتج من تفاعله مع مين مع سترونج ايه بيز ناخد مثال عشان نفهم يلا في عندنا حمض ضعيف جدا اسمه كربونيك اسيد H2CO3 ده كربونيك اسيد ده يعتبر ويك اسيد حمض ضعيف ده اول سوليوشن عندنا اول محلول ما دام ده حمض يبقى يقدر يعادل مين ينفع حمض يعادل حمض لا اكيد الحمض يعادل مين يا اولاد اسمه يعادل القلو يعادل البيز طب تاني واحد It's a salt with a strong base. يعني لو سمحت هات ال H2CO3 ويخليه يتفاعل مع اقوى بيز تعرفها في حياتك. مين اقوى بيز نعرفها يا ولاد اسمعي؟ NaOH. لما يتفاعل مع ال NaOH OH مع وحدة H يطلع مين؟ H2O يتبقى من ال NaOH Na بس اخدت هنا H يبقى اسمه NaHCO3 ده ملح اسمه صوديوم باي كربونيت الصوديوم باي كربونيت ده طبيعته ايه؟ ايه الملح ده؟ ده يعتبر السولت اوف ويك اسيد ده الملح بتاع الحمض الضعيف عشان كده كتبناه اتس سولت اتس دي عايدة على مين؟ على ويك اسيد الذي نتج من تفاعله مع ويز سترونج مين؟ بيز يعني اللي ناتج من تفاعله مع قاعدة قوية فاهمين ولا اعيدها تاني؟ اعيدها تاني يلا يبقى اول محلول عندنا ويك ايه؟ اسيد حمض ضعيف تاني محلول صوديوم باي كربونيت صوديوم باي كربونيت ده طبيعته في الكيمياء اسمه صوت صوت يعني ملح الملح ده اتكون ازاي نتج منين من تفاعل مين مع مين الويك اسيد مع مين مع سترونج بيز يبقى اسمه اتس صوت ويز سترونج بيز از ويز او اوف هنا معناها الذي نتج من تفاعله مع مين مع سترونج بيز في نوع تاني مش مكتوب عندك هتكتبه هتزوده في الورق في سؤال صفحه 9 في سوري في السؤال في رقم 9 فوق النوع التاني العكس العكس ازاي بدل ما تقول لي ويك اسيد بدل اسيد يبقى مين بيز ويك بيز وبدل ما تقول لي اكسيتون ويز سترونج بيز هتبدل يبقى اتس سولت ويز سترونج اسيد يبقى النوع الثاني هتعكس هتكتبه هتزوده عشان هتعكس ازاي يبقى عندنا هنا ويك بيز بدل ويك اسيد وهنا اتس سولت ويز سترونج اسيد بدل اتس سولت ويز سترونج يبقى يلا نحفظ الكومبوزيشن اوف بفر يلا نحفظ تركيب البفر بفر متركب من حرفين مين هما يا شباب يلا نحفظ اول نوع عندنا هو نوعين على فكره اول نوع ويكي اند مين اتصال ويز سترونج بيز تاني نوع اعكس تبقى ويكي يا اولاد بيز اند اتصال ويز سترونج اسيد السؤال هيجي لك كده جيف ان اكونت اون بفر اكتب ما تعرفه عن البفر طب بنكتب الديفينيشن الوظيفه رقم كام 3
وتكمل تكتب فوق الكومبوزيشن جزء رقم كام؟ 9، وتكتب حاجة هتزودها في الورق الأبيض اللي فاضي عندك مش مكتوبة عندك ومكتوبة في الكتاب، حاجة فيها ميكانيزم أوف أكشن، ميكانيزم أوف أكشن أوف بطل، حاجة في 6 في الكتاب. أصلها ساعات بتيجي وساعات ما بتجيش، بس ممكن تجيلك في الامتحان، ساعات نطلب في الجيب أن أكونت أون اكتب ما تعرف وانا عارفك في الجيب أن أكونت أون بحددك، بقول لك قول عشان ما تبقاش كده، تبقى تقول ديفينيشن يعني تلاقي بين قوسين، اقول لك قول الديفينيشن، قول الكومبوزيشن، قول الميكانيزم اوف اكشن. فالميكانيزم اوف اكشن دي هنزودها. يعني ايه ميكانيزم اوف اكشن؟ طريقه عمل البفر. احنا اشهر بفر عندنا النوع الاولاني، فاكرينه؟ اللي هو ويك اسيد اند سولت ويز سترونج بيز، اللي هو H2CO3 اللي هو كربونيك اسيد وصوديوم بايكربونيت. سؤال، اتفقنا ينفع اسيد يعادل اسيد؟ لا، الاسيد بيعادل مين؟ بيز. يبقى انت لو حطيت بيز مين اقوى بيز تعرف اسمها ايه؟ مين اللي يعادلها؟ برافو عليك، اللي يعادلها يا اولاد الاسيد. يبقى لو ضفنا سترونج بيز مين اللي هيعادل السترونج بيز؟ H2CO3. ايه اللي هيتكون؟ OH مع وحده H يطلع مين؟ H2. ويبقى لنا مين؟ NaHCO3. انت عادلتها. عادلتها ازاي بقى كده يا شباب؟ هو مش مكتوب عندك غير المعادلات بس. عادلتها لان انت شايف ال OH دي صح؟ مش هي دي الجزء الالكالي؟ جزء البيز لما خليته يتحب مع اتش حولته لنيوترال. يبقى انت كده خليتها نيوترال ولا لا؟ خليتها نيوترال. الاو اتش مش خليتها تتفاعل مع الاتش؟ طلعت اوتر، يبقى انا كده عدلتها. طب سؤال، لو ضفت اتش سي ال سترونج اسيد حمض قوي مين اللي يعدي؟ ينفع اسيد يتفاعل مع اسيد؟ لا. هيتفاعل مع مين؟ مع الصوديوم بايكربونيت. هات تعالوا نشوف حل المعادله ايه. ال N اللي فوق اكيد هتروح مع مين؟ CL. مع CL يطلع لنا مين؟ NaCl. ازاي؟ H مع HCO3 اجمع كده يبقى مين؟ H2CO3. ايه ده؟ هتضحك عليا؟ يعني انت في الاخر كونت برضه ايه؟ اسيد. اسمه ايه الاسيد ده يا ولاد؟ كربونيك اسيد. بس احنا فاكرين قلنا ايه عن الكربونيك اسيد؟ سترونج ولا ويك اسيد؟ حمض ضعيف. يعني يوم ما يغير في البي اتش يغير تغيير قوي ولا ضعيف؟ ضعيف جدا لا يذكر. يبقى انت الى حد ما عادلت، لان انت بالظبط حولت الاسد القوي اللي هو الاتش سي ال لقطه ضعيفه. مين القطه الضعيفه دي اللي هي مين؟ اتش 2 سي اس. يبقى في الامتحان في الميكانيزم اوف اكشن هتكتب المعادلات دي بس. سهله؟ هنكتب البفر عندنا اللي هو H2CO3 وصوديوم بايكربونيت NHCO3، وتقول لنفسك لو انا ضفت البيز هتضيف مين؟ NaOH. مين اللي يعادلها؟ يبقى H2CO3. لو ضفت اسيد HCl مين اللي يعادله؟ NaHCO3. بس ده اللي انت هتزوده. لكن اهم سؤال بيتسال دايما السؤال رقم 10، قول لنا اسماء الفيزيولوجيكال بافرز. يبقى تاني السؤال ده لو جه، لو قال لك الديفينيشن عندك اهو موجود في رقم 3، لو قال لك قول لي الكومبوزيشن عندك فوق رقم 9 في الانيوميريت، لو قال لك بقى قول لي انواع الفيزيولوجيكال بافر، ودي بتيجي كتير في الامتحان على فكره. اتكلم عن الفيزيولوجيكال بافر، دي السؤال رقم 10. هو يا اولاد ما تقلقوش، في الجيب ان اكونت اون بحدد لك كل حاجه. يعني كاني بخصص لك كل حاجه هنا. هذه المركبات الثانية؟ يعني لا لا، هو المركبات دي هي اللي موجودة عندنا.
يا أولاد. يعني ايه فيسيولوجيكال بطن؟ فيسيولوجيكال يعني طبيعية، يعني ربنا خلقها لنا طبيعي جوه جسمنا. علم الفيسيولوجي عندنا أربعة فيسيولوجيكال بطن، هتحفظهم كلمة سيبو، سي بي او اتش، عشان تحفظ مين السيبو ده. السي أول واحد وأهم واحد، the most important buffer system، the main buffer system اسمه carbonic bicarbonate system. تاني احفظ معايا اسمه يا ولاد، carbonic bicarbonate system. يلا احفظوا اسمه تاني، carbonic bicarbonate system. هتتسألوا كده مين the main physiological buffer، مين the most important physiological buffer في سؤال رقم 11، تقول لي ده اول واحد اللي هو مين يا ولاد، carbonic bicarbonate system. تاني واحد بحرف البي، فوسفيت بفر سيستم. يلا اسمه تاني يا ولاد، فوسفيت بفر سيستم. تالت واحد بحرف البي برضه، بروتين بفر سيستم. واخر اتنين او اتش، هيموجلوبين واوكسي هيموجلوبين سيستم. يعني ايه هيموجلوبين؟ مش انتوا عارفين هيموجلوبين ده اللي هو البروتين وتشيكاري اوكسجين؟ لما الهيموجلوبين يشيل الاكسجين بدل ما نسميه هيموجلوبين نسميه اولاد اوكسي هيموجلوبين. شطار. يعني بقى اوكسي هيموجلوبين؟ يعني هيموجلوبين زائد اكسجين، لكن من غير الاكسجين بتسموه يا اما دي اوكسي هيموجلوبين زي ما سمعتوا في الفيسيولوجي، او ممكن اسميه هيموجلوبين وبس. يبقى تاني يلا مين الخمسه بفر؟ اول واحد اسمه يا شباب كاربونيك بايكربونيك، تاني واحد اسمه ايه؟ فوسفيت بفر، تالت واحد اسمه ايه؟ بروتين بفر. او اتش يبقى مين؟ هيموجلوبين اوكسي هيموجلوبين سيستم. او اتش مين؟ او اتش سيبو، سيبو اوكسي هيموجلوبين قصدك ولا ايه؟ ال او اتش دي ال او اختصار لاوكسي هيموجلوبين، وال اتش اختصار لهيموجلوبين، معلش يا ولد، والسي اختصار لكربونيك، والبي اختصار لبروتين وفوسفيت. دي من ضمن طلع الحفظ. هنعمل ايه؟ ماشي يا شباب، اتفقنا زمين بفر سيستم اسمه ايه؟ كربونيك باي كربونيك. اقلب الصفحه، السؤال رقم 5 و6 مهمين قوي، وخصوصا رقم 6. بس تعالى ناخد السؤال رقم 5 الاول. اكتب ليه؟ ليه الفيسيولوجيكال بفرز مهمه جوه جسمنا؟ والله قلناها، قلنا ان البفر يا شباب وظيفتها انها بتحافظ على مين؟ بيأتي. على البي اتش بتاعت البلاد عند رقم كام؟ 7.4. ايش معنى فور فانكشن اوف الانزيم؟ يبقى تاني ان الانزيمز بتاعتنا بتبقى سنسيتيف، سنسيتيف يعني حساسه، سنسيتيف يعني حساسه للبي تشينجز في البي اتش، عشان كده لازم نكيب، كيب يعني نحافظ على البي اتش بتاعتنا عند رقم كام؟ 7.4. سؤال رقم 6 ده مهم جدا 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 جدا. ليه الكربونيك باي كربونيك سيستم از ذا موست امبورتنت بفر سيستم؟ الاجابه اولا هاي كونسنتريشن. يعني ايه هاي كونسنتريشن يا اولاد؟ تركيز عالي. تاني خط تحت هاي كونسنتريشن ده بيتكون ايزلي، بيتكون بسهوله جدا بتركيز عالي، ايزلي بروديوسد ان هاي كونسنتريشن. يا ولاد بما ان ده بيتكون بهاي كونسنتريشن بتركيز عالي جدا، يبقى لو حصلت اي مشكله جوه جسمنا، لو حصلت اي مشكله مين على طول يمكن يعادلها؟ اسمه ايه؟ كربونيك باي كربونيك. ازاي بيتكون؟ بص معايا هنا، اسهل معادله في البايوكيمستري كلها. في عندنا حاجه اسمها تيشو. ها يعني ايه تيشو يا شطار؟ ايه ده ما شاء الله هنسجل. في عندنا سي او 2 في عندنا حاجه اسمها سي او 2
CO2 يعني كربون دايوكسيد، غاز ثاني اكسيد الكربون. CO2 ده بيخرج عند التيشو، عند الانسجه. CO2 اللي بيخرج عند التيشو يتحد مع H2O اللي في البلط، يتحد مع الووتر اللي في البلط. اجمع لو سمحت H2O زي CO2 يدينا مين؟ H2CO3 اللي هو رمز مين؟ الكربونيك اسيد. يبقى فعلا الكربونيك اسيد CO2 سهل جدا انك تكونه، لان على طول التيشو هتطلع CO2 على طول هتذوبه في H2O فيصنع في الاخر H2CO3. من هنا ورايح اي رياكشن جوه جسمنا هيحصل بواسطه انزيمز، في انزيمز هي اللي تعمل. اسم الانزيم اللي يعمل التفاعل ده اسمه كربونيك انهيدريز. يلا نحفظ اسمه يا اولاد، كربونيك انهيدريز ده اسم الانزيم اللي بيعمل الرياكشن ده. بس الكلام ده حصل عند مين؟ عند هقرا معاك اول جزء. يبقى ده اولا ده اهم بفر لانه ايزلي بروديوس، سهل التكوين، ان هاي كونسنتريشن بتركيز عالي جدا، بيتكون فين يا اولاد؟ عند التيشو، عند الانسجه. منين؟ من CO2 بانزيم اسمه ايه؟ كربونيك ان هيدريد. الكربونيك اسيد ده اتكون في البلط، بعد شويه يمشي في البلط لغايه ما يوصل لحاجه اسمها اللنج. لنج يعني رئتين، بروف. ال H2CO3 عند اللنج ترجع مرة تانية بالعكس. ترجع ازاي؟ لووتر زائد CO2. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ عملت ريفرس للرياكشن، عكس بنفس الانزيم، نفس الانزيم اللي اسمه كربونيك انهيدريز، علشان كده سموه كربونيك انهيدريز. كربونيك يعني بيشتغل على كربونيك اسيد، ان يعني بينزع، هيدريز يعني ووتر، يعني ده الانزيم اللي ينزع ووتر من الكربونيك اسيد. فلما ينزع ووتر من الكربونيك اسيد يطلع لك CO2. الكلام ده اتكون عند مين؟ عند اللنج، عند الرئتين. ليه؟ عشان غاز ثاني اكسيد الكربون ده اللي هو كربون دايوكسيد هيروح مع اللنج في عمليه اسمها اكسبايريشن. اكسبايريشن يعني ايه؟ زفير. يبقى ده عند اللنج واشطب ديو تو لو CO2 تنشن، اشطب دي. بس عند اللنج تعرف ان الكربونيك انهيدريز رياكشن يبقى ريفرز. يعني ايه يبقى ريفرز؟ يتعكس. فلما يتعكس يحصل ريليز خروج لCO2. فلما يحصل ريليز لCO2 يطلع مع الاكسبايرد اير. اكسبايرد اير يعني مع مين؟ مع الاكسبايرد. يا شباب لو عندك مركب جوه جسم سهل التكوين وسهل الاخراج، يبقى سهل انك تتحكم فيه ولا لا؟ سهل انك تتحكم فيه. عشان كده الكربونيك فايتامين يعتبر ذا موست امبورتانت لانك بتكونه بسهوله جدا عند التيشو، وكمان بتتخلص منه بسهولة جدا. بس عند مين؟ عند اللنج، عند الرئتين. اخر حاجة بقى عندنا النهاردة يا شباب اللي هي الاسيدوزيس والالكالوزيس. ودي يا شباب اهم حاجة في قصة النهاردة. مفيش سؤال، بيخلو من سؤال عن الاسيدوزيس والالكالوزيس. يقولنا كومبير، يقولنا منشن، يقولنا ديفرنت كونستون. هتيجي هتيجي اسيدوزيس والكالوزيس، مهمه جدا جدا جدا.
بين الأسيدوزس والألكالوزس أول صفحة اللي هي الأسئلة 12 و13 و14 و15 و16 وتحت بالديفاين 5 و6. انا مش فاهمهم من ساعه المحاضره اللي حاولت اذاكرهم فاهمهم. اول حاجه هناخدها يا شباب بالاسيدوزس والالكالوزس الديفينيشن، ديفينيشن تحت تعريف الاسيدوزس لو سمحتوا، ما حدش يقرا اي حاجه، بصوا معايا عشان نفهم. كربونيك باي كربونيك، لازم الريش النسبة، ريش يعني النسبة ما بين ال H2CO3، ال H2CO3 ده اللي هو يمثل كربونيك أسيد، كربونيك أسيد على BHCO3. ايه BHCO3 دي؟ دي يعني يا اما صوديوم باي كربونيك يا اما بوتاسيوم باي كربونيك، مش مشكلة اللي هي HCO3 وخلاص. البي دي يعني يا اما يتواجد في صورة صوديوم اما يتواجد في صورة بوتاسيوم. على اساس ايه؟ اخدتوا في السيروشي صح؟ عرفتوا ان المين كاتاين اكسترا سيلولار اسمه ايه؟ صوديوم. عارفين الكلام ده؟ والمين كاتاين انترا سيلولار اسمه ايه؟ بوتاسيوم. يعني اصدرك لو هو موجود بره السيل يبقى اسمه صوديوم باي كربونيك، لو هو موجود جوه السيل بيبقى اسمه بوتاسيوم باي كربونيك. مش مهم في البايو هنرمزها بالرمز اللي هي الباي كربون. هنكتب على الكربونيك اسيد بعد شويه انه ده يمثل مثال على الاسيد، يعني كانه حمض يمثل الاقراص، وهنكتب على الباي كربونيك يمثل الالكالي، يعني يمثل القواعد، يمثل القلويات. لقينا ان لازم تكون النسبة ما بين الكربونيك اسيد على الباي كربونيت جوه جسمنا لازم الريشيو يكون 1/20. يعني ربنا خلق لنا الباي كربونيت كم مرة قد الكربونيك اسيد؟ 20 مرة قد الكربونيك اسيد. لو عايز ليه ربنا خلق لنا الباي كربونيت 20 مرة؟ أنا هسألكوا سؤال، لما أنت بتعمل مصل اكسرسايز وتكتب قالوا بتطلع أسيد اسمه إيه؟ لاكتيك أسيد. برافو عليك. معظم تفاعلات جسمنا بتطلع أسيد، بتطلع أحماض. فاكرين مين السلاح اللي بيعادل الأحماض؟ كان اسمه إيه؟ باي كربونيت البيز. عشان كده ربنا خلق لنا الباي كربونيت كم مرة قد الكربونيك أسيد؟ 20 مرة. لازم الريشيو ما بين الكربونيك اسيد على الباي كربونيك تساوي كام على كام؟ 1/20 عشان نحافظ على البي اتش عند رقم 7.4. لو حصل تغيير في الريشيو دي البي اتش تتغير ازاي؟ مش انا قلت لك ال H2CO3 ده اسيد؟ ده مثال على ايه؟ على اسيد. والبي اتش سي او 3 ده مثال على ايه؟ قلب. اول مرض عندنا اسمه اسيدوزس. اللهم عليك دول ماتوا اعدامهم، هي دي خلق بابا ده كانوا معايا جوه مفيش تمام ولا اراضي يعني. مش حتى مش قادرين يا رب يا حول الله يا رب. المنهج لو رقيت مشينا حبيبي. طب البايو ده ماشي هتشتغل بيه بعد كده ولا شغل الكل هيبقى لك بيخبط في الراجل. انا بس السؤال حمد التهليك والخليك والاسيديك. طب يلا 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 عندنا اسيدوزس. يعني ايه اسيدوزس؟ اسيدوزس اكتب عليه معناها زيادة الحموضة في الدم. زيادة الحموضة في الدم من الريشيو اللي عندك، من النسبة اللي عندك. ركز معايا عشان تفهم. امتى الحمض يزيد؟ في حالة من اتنين، يا اما البسط اللي هو النوميناتور
اللي هو الكربونيك اسيد يزيد ما هو ده حمض. فلو زاد كان كميه الاحماض في الدم حصل لها ايه؟ زاد. او يا اما المقام اللي هو الدومينيتور اللي تحت البايكربونيت اللي بيمثل الالكالي يقل. ما خلي بالك لو الالكالي قل كانه مصدها الاسيد حصل له ايه؟ زاد. عايزها تاني. امتى يحصل اسيدوز؟ لما يحصل اسيدوز السبب من النسبه دي احنا قلنا الكربونيك اسيد يمثل مين؟ اسيد. بايكربونيت يمثل مين؟ الكالي. يا اما الاحماض تزيد يا اما الالكالي القلويات ايه؟ تقل. في الرياضيات قالوا لو البسط زاد النسبه كلها يحصل لها ايه؟ تقل. تزيد. حسب الله ونعم الوكيل يا ولد. ده في الرياضه يعني يا بنتي لو واحد على 20 الواحد ده بقى 2 2 على 20 22 كانها كام على كام؟ 1 على 10 يبقى النسبه يحصل لها ايه؟ تزيد. وفي الرياضيات برضو قالوا لو المقام قل يبقى النسبه برضو يحصل لها ايه؟ تزيد. يعني كان 20 دي قلت بقت 10 فالنسبه ايه؟ بص يا ولاد انا عارف ان الرياضه دي ضايعه معاكم خالص. المهم ده كلام رياضه ملوش علاقه ولا بكيمياء ولا فيزياء ولا اي زفت في اي زفت. بس يقول لك في الرياضه لو البسط زاد يبقى الريش يحصل لها ايه؟ تزيد. لو المقام قل برضه الريش يحصل لها ايه؟ تزيد. ومن هنا جه ديفينيشن اوف اسيدوزيس. ايه تعريف الاسيدوزيس بقى؟ كونديشن. يعني ايه كونديشن؟ حاله ظرف. ايه اللي بيحصل فيه؟ انكريز زياده في الريشو في النسبه ما بين مين على مين؟ ما بين الاتش 2 سي او 3 على بي اتش سي او 3 تبقى اكتر من كام؟ 1 على 20. وانت فهمت المفروض ان امتى النسبه بتزيد يا ابني؟ في حاله من الاثنين يا البسط يزيد يا اما المقام ايه؟ يقل. عايزين نتفق اتفاق اي تغيير في الكربونيك اسيد اسمه ريسبيراتوري. يعني ايه كلمه ريسبيريشن؟ تنفس. يعني قصدي اقول لك ان اي تغيير في الكربونيك اسيد هو مشكله في التنفس. اشمعنى؟ انا لسه قايل لك والله من شويه ان ال H2CO3 لما يروح عند اللنج يتحول لوتر زائد CO2. CO2 ده مصيره ايه؟ انه يخرج عن طريق الزفير في اللنج في الاكسبيريشن. يبقى اي مشكله في كميه الكربونيك اسيد هي اصلا مشكله فين؟ في التنفس. وعايزين نتفق اتفاق اي تغيير في البايكربونيت هو سبب مشكله في الميتابوليزم. ايه الميتابوليزم ده؟ هياخدوه سنه ثانيه بعد شويه. ميتابوليزم معناها تفاعلات داخل جسم الانسان اللي هو بالعربي الايض اللي هو بالعربي التمثيل الغذائي. ما علينا، اعرفها تفاعلات داخل جسم الانسان لغايه ما تفهمها في سنه ثانيه. فاي تغيير في البايكربونيت اسمه ميتابوليك. يبقى لو حصل زياده في الكربونيك اسيد نسمي المرض ده يا اولاد لو حصل نقصان في البايكربونيت نسميها يا اولاد ميتابوليك. البايكر ده مهم، الشكل ده مهم عشان منه هتقدر تجاوب ايه اسباب الاسيدوزس وايه اسباب الالكالوزس. ازاي بقى؟ اول حاجه شفتوا الاسيدوزس، شفنا الديفينيشن يا ولاد، معناها زياده الريشيو ما بين مين على مين؟ ما بين الكربونيك على البايكربونيك. فاكرين قلنا سبب زياده الريشيو ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما اول حاجه البسط ايه؟ مين البسط؟ كربونيك اسيد. مين اللي بيتخلص من الكربونيك اسيد؟ اللنج. يبقى لو في لنج ديزيز، لو في مرض في اللنج، هل ينفع تتخلص من الكربونيك اسيد؟ كميه الكربونيك اسيد في البلاط يحصل لها ايه؟ تزيد. لما تزيد تعمل مرض اسمه ايه؟ اسيدوزيس. ريسبيراتوري اسيدوزيس. يبقى تعالوا ناخد رقم 12. ايه اسباب الريسبيراتوري اسيدوزيس؟ اسباب الريسبيراتوري اسيدوزيس هي الاسباب التي تؤدي الى زياده الكربونيك اسيد في البلاط. لحظه ازاي؟ الورقه اللي في المكتبه ثانيه بالظبط. ما فيش نسخة معاك تطورها؟ لا ده 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 ده
يلا تاني. ايه اسباب الريسبيراتوري اسيدوز؟ هي الاسباب اللي زياده مين؟ كربونيك اسيد فين؟ في البلد. والكربونيك اسيد يزيد امتى في البلد؟ لو في لونج ديزيز. تعالوا نشوف اللونج ديزيز هنا. دي اللونج، دي الرئتين. بيبقى فوق في حاجه اسمها اللارينكس، الحنجره. اول حاجه لو جبت واحد تنفسه تنفسه يبقى اسمها اسفكسيا. اكتب على اسفكسيا اللي في اخر السطر، يعني اختناق. لما تخنق واحد ينفع يخرج السي او 2؟ سؤال رقم 12 causes of respiratory acidosis، هتلاقي عند اخر السطر اسفكسيا. اكتب على اسفكسيا يعني اختناق. لما تخنق واحد ينفع يخرج السي او 2؟ يبقى كميه الكربونيك اسيد يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى يحصل مرض اسمه ايه؟ respiratory acidosis. انزل تحت شويه، اخدت ان بعد اللارنكس الحنجره في حاجه اسمها برونكاي. يعني ايه برونكاي؟ الشعب الهوائيه. يبقى لو واحد عنده برونكيال ازمه اللي هو الرب والشعبي، البرونكاي مقفوله، الشعب الهوائيه مقفوله، يبقى بالمنظر ده ينفع يخرج السي او 2؟ لا، نفس المشكله. انزل تحت خالص على اللنج، على الرئتين. نيمونيا البي سايلنت. يعني ايه نيمونيا؟ اكتب على نيمونيا التهاب رئوي او انفيزيما. ليه يا ولاد مش كاتبين؟ اصل ده مرض يصيب المدخنين، للناس الوحشه اللي بتدخن، مالناش دعوه بيها. يبقى يا شباب الحمد لله ما كتبناهاش. يبقى تاني حاجه نيمونيا، واخر حاجه مورفيا. اللي هو المورفين. ايه قصه المورفيا دي او المورفين؟ في بعض الشباب المدمنه، لو سمحت ادمن اي حاجه يا ابني ما عدا المورفين. ليه بقى؟ لان المورفين ده بيروح على حاجه اسمها ريسبيراتوري سنتر. ايه ريسبيراتوري سنتر؟ ده مركز التنفس. واضح من اسمه ريسبيراتوري سنتر، ده موجود فين؟ في البرين، في المخ. يعمل له ديبريشن. ديبريشن يعني يوقف. فلما توقف الريسبيراتوري سنتر في البرين لا يرسل اشارات لللنج. فلما ما يرسلش اشارات لللنج، اللنج دي تعرف تتنفس؟ لا. الانسان ده ما يقدرش يخرج السي او 2، فالكربونيك اسيد يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى احفظ بقى اسباب الريسبيراتوري اسيدوزيس عشان مهم. اربعه منهم من فوق لتحت. اول واحد خنقت واحد يبقى مين؟ احفظ يبقى ايه؟ اسفكسيا. على البرونكاي على الشعب الهوائيه يبقى اسمه ايه؟ برونكيال ازمه رب وشعب. على اللنج على الرئتين يبقى اسمه ايه؟ نيمونيا. ابن اي بي ان عشان تحفظ مين الابن ده؟ الايه يلا احفظ تبقى مين؟ اسفكسيا. البي تبقى مين؟ اصحى يا ولاد. برونكيال ازمه. اسمه عشان تخلصوا يلا. البي تبقى مين؟ برونكيال ازمه. الان تبقى مين؟ نيمونيا. بس ما تنساش البي سايلر. واخر واحد الشاب المدمن. مين الشاب المدمن ده؟ مورفيا. ده اسباب الريسبيراتوري اسيدوزيس. بعد كده يا شباب لما تعرف اسباب الريسبيراتوري اسيدوزيس يلا نعرف اسباب النوع الثاني ميتابوليك اسيدوزيس. ايه اسباب الميتابوليك اسيدوزيس هنا؟ ان كميه البايكربونات حصل لها ايه؟ قلت. ايه اللي يخليها تقل؟ زياده الاسيد. اكتب لو سمحت على اسباب الميتابوليك اسيدوزيس هي اسباب زياده الاحماض. ايه اسباب زياده الاحماض؟ اربعه هتحفظهم بيه. هتحفظهم بيه. بي ام كده. بي وام وكي ودي. اي بي ام كده ده البي. تاني واحده هاي بروتين دايت. والله العظيم اللي هياكل لحمه كتير كانه لا قدر الله بياكل فوسفوريك اسيد سلفوريك اسيد يوريك اسيد. اللحمه يا ولاد مليانه احمر، فلو سمحت ما تاكلش لحمه. ليه بنعمل كده؟ ليه بنقول كده؟ نظرا للحاله الاقتصاديه العنيفه اللي بنمر بيها، مش عايزين حد ياكل لحمه خالص. يبقى اول سبب يا ولاد ايه؟ هاي بروتين دايت. كده وكده طبعا احنا بنتكلم عن الناس اللي بتاكل لحمه لمده 24 ساعه. في حد بياكل لحمه 24 ساعه؟ لا. يبقى اول حاجه هاي بروتين دايت. تاني حاجه بحرف الام اول واحد
ماسل اكسرسايز. انتوا يا شطار قلتوا لي ان الماسل بتعمل ايه؟ لاكتيك. لاكتيك اسيد. شطار. تالت واحده بحرف الكي، كيتوزيس. ايه الكيتوزيس دي؟ زياده تكون مركبات اسمها كيتون بوديز، كيتونات. هتلاقوا اسمها في السؤال رقم 14 بس مش مهم، تعرفوها في سنه ثانيه. اللي هي اسيتو اسيتيك اسيد، بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. واضح ان اسمهم انهم عباره عن ايه؟ اسيد. لازم تعرف امتى الكيتوزيس بتحصل. هنعرف في سنه ثانيه ان شاء الله ان سبب تكون الكيتوزيس هو نقص اهم مركب جوه جسمنا مسؤول عن انتاج الانرجي. واهم مركب جوه جسمنا مسؤول عن انتاج الانرجي اسمه جلوكوز. يبقى الكيتون بوديز دي بتعتبر مصادر بديله للطاقه هتتكون في غياب الجلوكوز. امتى يجيب الجلوكوز؟ اول حاجه ستارفيشن. ستارفيشن يعني ايه؟ مجاعه. ناس في مجاعه ما بتاكلش جلوكوز، تضطر انها تصنع مين؟ كيتون بوديز. فكميه الاسيدز عندها ايه؟ تزيد. او سيفير انكنترول دايابيتس ميليتس، اهم مرض في الطب. مين الدايابيتس ميليتس ده؟ اكتب عليه مرض السكر. عارفين مشكله الناس اللي عندهم سكر ايه؟ ما عندهمش هرمون اسمه انسولين. هتعرفوا ان هرمون الانسولين ده اللي بينقل الجلوكوز من الدم لجوه السجن. فالهرمون ده لما ما يبقاش موجود يبقى كميه الجلوكوز في البلاط ايه؟ عالية، بس اخباره في السن قليلة. عشان كده يبقى زي اللي. واخر حاجة دايارية. دايارية يعني اسهال. الناس اللي عندها اسهال كأنها بترمي العصارة بتاعت الانتستين الامعاء في الشارع. مين عصارة الامعاء؟ اخدتوها زمان اسمها الصوديوم بايكربونيت. فكان البايكربونات ده بيحصل له ايه؟ يبقى يلا تحفظ ايه اسباب الميتابوليك اسيدوزيس؟ اربعه. دي ام كده، البي يلا احفظ تبقى مين؟ هاي بروتين دايت. ام تبقى مين؟ ماسل اكسرسايز. كي تبقى مين؟ تحصل في حالتين، مين هما؟ ستارفيشن واحد، دايابيتس ميليتس، واخر واحد دايريا. العكس هو الالكالوزيس. عشان كده بيجي في الامتحان سؤال مشهور، كومبير، قارن ما بين الاسيدوزيس والالكالوزيس. طب ده مش مكتوب في الورقه، هجاوبه ازاي؟ عشان سؤال مشهور مش هتجاوبه في الورقه، لكن لازم تبقى عارف هتجاوبه ازاي. شايف يا ابني الديفينيشن؟ يبقى اول حاجه انت عندك في الورقه هتكتب مين؟ ديفينيشن اسيدوزيس، وتاني حاجه مين؟ الكالوزيس. بعد ما تكتب الديفينيشن شايف السؤال رقم 12 و13، يبقى هتكتب ايه؟ causes of respiratory acidosis و causes of metabolic acidosis في ناحية، والناحية الثانية قصادها causes of respiratory alkalosis و causes of metabolic alkalosis. وساعات بحس ان انتوا غلابة، فبدل ما اقول لكم قارن ما بين الاسيدوزيس كلها والالكالوزيس كلها، لا اقول لك قارن مثلا ما بين respiratory acidosis وrespiratory alkalosis، او اختار لك metabolic acidosis وmetabolic alkalosis. بس في كل الاحوال لازم تبقى عارف الاسيدوزيس والالكالوزيس. سؤال مهم وانا بنت عليهم من دلوقتي. بصوا بقى يا شباب، ايه الالكالوزيس؟ نفس الكلام اللي انا قلته من شويه بس بالعكس. فاكرين قلنا عشان نحافظ على البي اتش عند 7.4، لازم الريشيو النسبه ما بين كربونيك اسيد على الباي كربونيت تساوي كام على كام؟ فاكرين قلنا كربونيك اسيد يمثل ايه؟ اسيد. باي كربونيت يمثل ايه؟ الكالي. عشان كده قلت لكم الشكل ده مهم. المره دي في مرض اسمه الكالوزيس. ايه يا اولاد؟ الكالوزيس يبقى معناه زياده مين؟ قلويات في الدم. مين شاطر يقول لي من النسبه دي امتى القلويات تزيد؟ في حاله من اثنين، شطار، يا اما الاسيد يقل يا اما البايكربونيت يزيد. الاسيد اللي هو الكربونيك اسيد ده البسط، قالوا لنا في الرياضيات لما البسط يقل يبقى الريشيو ايه؟ يقل. اللي هو انه منين؟ اللي فوق. او العكس،
لو المقام اللي هو الدومينيتور اللي تحت زاد كل حاجه ماشي. الدومينيتور اللي تحت يا شباب لو زاد ساعتها الريشيو برضو يحفظها ايه تقل. ومن هنا جبت التعريف بتاع الالكالوزيس it is condition ده حاله ايه اللي بيحصل فيها there is decrease نقص. يبقى انت هتحفظ الاثنين زي بعض بس الفرق ان في الاسيدوزيس فيه ايه انكريز عكسها الكالوزيس فيه ايه انكريز. خمس دقايق ديكريز في الريشيو ما بين مين على مين اتش 2 سي او 3 على بي اتش سي او 3. اي تغيير في الكربونيك اسيد اسمه ايه اسبايرات. اي تغيير في الباي كربونيك اسمه ايه ميتابوليك. تعالوا ناخد يبقى ايه اسباب الالكالوزيس نوعين في رقم 15 و 16. اولا respiratory alkalosis. اسباب الريسبيراتوري الكالوزيس بص معايا على الرسمه دي هي الاسباب اللي تخلي اللنج تتخلص من الكربونيك اسيد تتخلص من السي او 2. ازاي اللنج تتخلص من السي او 2؟ خلي بالك هي لو اتخلصت منه يبقى كميه الكربونيك اسيد في البلاط يحصل لها ايه؟ تعمل كده ايه ده؟ لما بطرد السي او 2 بطرده ازاي؟ عن طريق اني بزود معدل التنفس. زياده معدل التنفس اسمها هايبر فنتليشن. اكتب على هايبر يعني زياده فنتليشن يعني تنفس. يبقى بيحصل نقص في السي او 2 امتى؟ لما يحصل زياده في معدل التنفس. واشهر ناس عندهم هايبر فنتليشن الناس اللي عندهم فيبر. فيبر يعني سخونيه حمى ارتفاع درجه الحراره. ده السبب بتاع الريسبيراتوري الكالوزيس. طب اسباب الميتابوليك الكالوزيس ايه بقى؟ ثلاثه. والله العظيم اللي هياكل المره دي خضار وفواكه كتير كانه لا قدر الله بياكل صوديوم باي كربونيت. حاله اقتصاديه عنيفه. مفيش اي حاجه مفيش ولا بروتين ولا فروتس ولا فيجيتابلز. اياك تاكل اي حاجه اياك تسمع كلام الدكاتره اصلا. يبقى ايه؟ يبقى السبب ده يا شباب هاي انتيك اكزيسيف انتيك منين من منين؟ فروتس اند فيجيتابلز. او فوميتنج. فوميتنج يعني ترجيع. ترجيع لو واحد رجع كانه بيرجع العصاره بتاعه المعده. انتوا عارفين يا ولاد ان عصاره المعده اللي انتوا بترجعها اسمها HCl. عصارة المعدة اسمها حمض HCl. فلما الواحد يتقيأ ال HCl كمية الحمض تقل فكأن الأكل حصل له ايه؟ زاد يبقى بومتي. وآخر سبب الدكتور عمله بنفسه ادمنستريشن يعني حقن صوديوم باي كربونيت. مين الناس اللي بتحقنها بصوديوم باي كربونيت؟ مش مهم الستريشن. في ناس عندها مرض اسمه هايبر اسيد. يعني ايه هايبر اسيد؟ دي حموضه. مش كلكم بتسمعوا في الناس الكبار انهم اكلوا اكله حسوا بحموضه؟ ما هو الحمض ده معناه زياده اتش سي ال. زمان الدكاتره كانوا يعالجوه ازاي؟ يقول لك ده عنده حمض زياده يبقى نديله ايه؟ بايكربونيت. الدكتور الشاطر ما يعرفش اسم الدواء وبس، لازم يعرف اسم الدواء وجرعة الدواء كمان. عشان لو انت اديت له بايكربونيت بكميات اكتر من اللازم انت هتريحه من الحموضه بس في نفس الوقت هتريحه راحه ابديه. راحه ابديه دي لان انت جبت له مشكله اسمها الكالوزيس ودي بتموت. يبقى اسباب الميتابوليك الكالوزيس ثلاثه. فوميتنج يرجع اتش سي ال او انتيك اوف فروتس اند فيجيتابلز. واخر حاجه يا ولاد ادمنستريشن اوف صوديوم باي كربونيت في علاج مرض اسمه هايبر اسيد. يا شباب اياك تخش الامتحان من غير اسيدوزيس الكالوزيس بافرز. اياك ماشي يا شباب. يلا معادنا الجاي ان شاء الله هيبقى برضه يوم الثلاث 4:30 ان شاء الله يا شباب. المشكله الناس معاهم Thank you.
يوم الاحد معاهم يومين، يوم الثلاثة برضه يعني يوم الثلاثة بيقولوا لي اسبوع اربعة ونص ان شاء الله نفس المعنى.